مصطفى، خلينا نبتدي بالالجوريزم. ليه احنا مش عارفين نضع على السوشيال ميديا كومنتس او يعني بوست ضد اسرائيل مع فلسطين ليه؟ هو الخوارزمية بتاعت الفيسبوك في جزء منها ماشي على قواعد، يعني بما ان اذا بيقوم واخد قرار، وماشي جزء تاني على الذكاء الاصطناعي، فهو بالتالي ممكن انه يتحكم في آلية القواعد بحيث انه هو يقلل انتشار الاخبار بتاعتنا اللي بتتكلم عن المجازر والمنشورات اللي احنا بنطلعها. ودوت احنا حسيناه قبل كده هوت كتير قوي، ان الفيسبوك منصة اسرائيلية الهوى، بتميل دايما لمنشئها يهودي، في موظفين ماسكين قيادات كبيرة قوي بيحملوا الجنسية الإسرائيلية. ده من ناحية. من ناحية تانية ان هو بيحاول يقلل عدد، يعني ده حجته، ان انا بحاول اقلل مشاهد العنف اللي بتحفز على اخذ الطار، وبحاول اقلل مشاهد العنف اللي ممكن تكون مكذوبة ومش حقيقية. ده الحجة بتاعته. لكن انا عايز اوضح حاجة مهمة هنا، هو ان جينيريشن زي بدأ يبقى حضوره على السوشيال ميديا طاغي. يعني ايه جينيريشن زي؟ جينيريشن زي اللي هم جيل الالفية، اللي اتولدوا بعد سنة 2000 او من 99، من بدءا من سنة 2018 زي ما احنا شايفين على الشريحة، بدأ يحصل تغير في دعمي لإسرائيل ولا دعمي للفلسطينيين ولا لاخد موقف متعادل. فبصينا لقينا ان احنا انتقلنا من 3% ل 18% في 2018، فدوت كانت بذرة جيدة. النهاردة احنا بنلاقيها موجودة بشكل عنيف جدا على السوشيال ميديا. اي نعم الخوارزمية بتقللها، لكن ما زالت حضورها عالي. المشكلة ان اسرائيل روجت لقضيتها بقالها فوق 50 سنة، فهم عندهم، يعني انا شفت في العشر ايام اللي فاتوا دول ما لا يقل عن 150 حملة دعائية مدفوعة الاجر عاملاها اسرائيل للضرب اللي حصل من حماس. في المقابل مفيش اي حملة دعائية مدفوعة اتعملت من جانب الدول العربية او فلسطين.